يبدأ حد عنده فكرة جديدة وما فيها حتى مشكلات نجم تكون مشروع ناجح ويقدم البي تي اس ان دوسيي في كل شيء كي تكنيك بيان ديتايي والفاتورات التقديرية وكل شيء. نحب نعرف شنو الثمانيات اللي تطلبها البي تي اس باش نجم تعطيك نرجع للضمانات. ما شفتش شكون سال السؤال. اختنا بين فيما يخص الضمانات، سبق بكري حكينا في فكره المشروع، قلت لكم ناكدوا معناها اولويه مطلقه لفكره المشروع. خاطر فكره المشروع كبي تي اس ولا كمركز تمويل هو الضمان تاعو هي فكره المشروع. بيان كده فكره المشروع هذه الشخص اللي مش يقف على المشروع تاعو. دونك الضمانات هي الشخص جديد بيعت المشروع والفكرة بتاع المشروع، ما نطلبوش ضمانات. ضمانات كما قلت لكم ما عندنا حتى إشكال معها، هو أنه تكون معناها الفكرة تكون معناها نجم تطبق على الواقع وتنجح المشروع، والجدية بتاع بيعت المشروع هو إنسان يكون معناها متمكن عنده دراية بميدان يشبع في مشروع، يكون يعرف كل ما هو معناها أونفيرونمون إكستيريور معناها لونتوراج بتاع البروجي بتاعه. هذيك هي الضمانات نتاع المشروع. ما نطلبوش لا عقارات لا عينات لا منقولات لا حتى شيء. نطلبو جيست انه يكون متمكن من المشروع نتاعو، وكي الفكره هذيك الا باش يوضحها ولا باش يحطها في دوسي ولا باش يعمل فيها دراسه، تكون معناها فكره تنجح وتفرض روحها في السوق. مش فيها تفرض روحها في السوق المنتوج الا باش يخرجها. ما ليش نشوف فيك راهو نحكي. داكوردو واضح اختي. واضح سي محمد، عندنا سي محمد يحب ياخذ كلمه. تفضل او زميلتي. ربي واحد يعرف الجامعات هي اللي تخلق مواطن شغل، مش الواحد مثلا يقرا في الجامع يقدم بروجي نتاعو الاساتذه نتاعو معناها يتبناو البروجي نتاعو يقدموا معناها المشروع نتاعو يتلاو بيه، مش معناه يبطل القرايه وبعد يقعد عامين بطال، بعد 3 سنين بطال، بعد قدم مشروع. هو احسن حاجه من الجامع يقدم مشروع مثلا فلاحه، يقدم مشروع في الفلاحه، يعمل الشركه نتاعو، يعمل البحث نتاعو، يعمل كل شيء، يتبناو له الجامعه نتاعو المشروع هذاك، والدوله تبنى له المشروع نتاعو ويربح الوقت، على خاطر الوقت فلوس. نحنا الجامعه يخرج مثلا واحد في المات، بعد يقول له يجي ربي العلالش ولا القرى ولا كل شيء. ماذا بينا واحد مثلا في الفلاحه يعمل مشروع على الفلاحه، يعمل تيز نتاعو، يعمل بحث نتاعو، يعمل واحد شيء، يتبناو له المشروع نتاعو، يشجعوه ويربح الوقت، باش يقعد 3 سنين 4 سنين وبعد يجي. بون انا مثلا انا في الولايات المتحده كي تجي يقول لك الاستاذ شنو مثلا احداث موطن الشغل في بلادك، شنو هي المشاكل في بلادك؟ انت تولي تلوج تشوف المشاكل تاع البلاد نتاعك شنو هي وواحد كل شيء وشنو الناقص وشنو ما ناقصش. تعمل المشروع نتاعك ولا سبب يتبناوك المشروع هذاك ويشجعوك عليه والبنك تمولك وتنجح. فما وقت يربحوا وشكر. سي محمد يسأل على معناها العلاقه بين الجامعه كهيكل تكويني والمؤسسات نتاعكم. سي ايمن يظهر لي معناها ينجم يوضح لنا شويه. هو تاكيد الكلام سي محمد هو هذا شنو قاعدين نعمل سي محمد. بما انه مازلنا كي كملنا تو تظاهر مع كافه الهيكل التعليميه في ولايه المنسيه وزملائنا في باقي الولايات، هذا شنو قاعدين نقولوا؟ يعني ايدينا ممدوده لكل الطلبه اللي قاعدين يقراوا حاليا مع الهيكل اللي تهبيهم من الاساتذه نتاعهم والادارات نتاعهم، واللي وضعنا تو ريزيسان ومش حتى تو عندها مده، وكل انسان اللي راه في نفسه كفاءه من الطلبه ينجم يتصل بنا حتى ولو هو مازال في يقرا على روحه، مرحبا بالجميع. بارك الله فيك. جلسه الاضافه على كلام سليمان، هو في اطار كونكور ميار بلون دافير المنظمه الوطنيه اللي فاز بالجائزه الاولى على المستوى الوطني هو من ولايه المنستير. سي ان جان اتيديون ان جان بروموتير اللي هو اسيستي اكومباني اون باراليل بار لي سونتر دافير دو منستير فضاء المبادره ومحنطه المؤسسات. يعني هذه ولايه
على مستوى الفلاحي وبخصوص المحاضر المؤسسات بتاع وكالة مورد الاستثمارات الفلاحية، عندنا برشة محاضر اللي موجودة في هياكل التعليم العالي كما في شط مريم، عندنا محطنة موجودة في شط مريم، كما في اللينات عندنا محطنة موجودة في اللينات، كما في مجاز الباب عندنا محطنة موجودة في مجاز الباب، معهد العالي بتاع العلوم الفلاحية، في كل القطاعات هذه باش يثمنوا في البحوث الفلاحية ويحضروا المناخ ويحضروا الشخص باش يعمل استثمارات في القطاعات هذه. ولكن تراش معنا كلمة للخيال لكل كي، واللي عنده حتى فكرة عنه راهو عندنا مطبوعات ونجم يحط فيه الفكرة بتاع المشروع بتاعه، واحنا بعتلي تنستدعوهم ونحيطوا بهم ونزيدوا نبحثوا معهم أكثر في الموضوع هذا. بارك الله فيك. الناس نحن سي احمد كنت تفضل بحدنا، عندنا سي احمد القرقني كنا حكينا معناها في الموضوع نتاعه بكري، الفائز بجائزة الاولى في سوق التنميه. سي احمد هو اصيل مدينه صياده وباش يحكي لنا شويه على البروجي معناها نتاعه معناها قصه نجاح نجم نسميها. سي احمد ان شاء الله ان شاء الله بدايه نجاح ان شاء الله. تفضل سي احمد. سيد المساعدات بابيك السيادة أحمد قرني سيد مدينة السيادة فكتور دي بروجي لكوبيوس بيرولينا تونيزيا عاش حكاو عليه بخير هي اكتيفيتي دي برودكسيون دي سبيرولين ميكرو الغ اليمونتير ميكرو الغ اليمونتير البرودوي فيني هو كومبليمون اليمونتير ايزاج يومان اي فيتيرينير. تو هو عرف بالوحدة بتاعه كيفاش عملت يا أحمد باش عملت البروجي بتاعك الفكرة وشكون أحاط بيك؟ هي رغبة والفكرة بدأت مني أن يتدرون كما قال أخونا بكري من الجامعة، ما قعدتش أستنى أني نتخرج ونروج على شغل وما نلقاش بعدين نقول أخيان فماش خدمة في تونس نمشي لانتربرينارية. قررت من لانيا في الجامعة في السنة الأخيرة في البي اف او فما حاجة اسمها كونكور ناسيونال دي ميور بلان دافير بور لي ستوديون اون بي اف او فورماسيون يعني نتاع بيولوجيك، ما عنديش حتى فكرة على لي بلان دافير باش يتعاملوا دراسة السوق والفينونس والكونتابيليتي، ما عنديش حتى فكرة. الشيء اللي عاوني عليه فضاء المبادرة اللي هو هيكل في بيرو الشغل. فضاء المبادرة بالنسبة للستوديون يعملوا لهم فورماسيون مع شكاوى الأهل وخيان ولا سي في كرياسيون دونتربريز فورماسيون دونتربرينور فورماسيون تدوم 21 يوم تخرج منها في الأخر بدراسة عنده فكرة واضحة على كيفاش تعمل دراسة متاع مشروع بالضبط ودراسة المشروع تخرج بها بس وباش تدخل بها في كونكور ومن بعد هي باش تسهلك باش تديبوزها في البنكة في البايير دو فون مهما كان. بعديك جات البيبينير دونتربريز بالضبط بيبينير دونتربريز اون فات نجم من انت تيديون تمشي تتصل بهم ويعاونوك زاد ما خاطر يخدموا بعضهم في بيبينير دونتربريز وفضاء المبادرة يخدموا بعضهم يتعاونوا مع بعضهم سنتر دافير زاد نجموا يمشوا لهم من هو ايتيديون وحتى بعد دبلوم زاد ينجم هذا الكوليكي ينجم الفورماسيون سي في واللي ستركتور دابوي الكوليكي يرافقوا ويحتضنوا حتى اللي دبلومي ولا حاملين الافكار بصفه عامه. احمد يا اخي انت ما تمشيش تحوس وقت اللي انت ايتيديون نهار طول تدور على لي سنتر دافير ولا ها؟ بالضبط هذاك هو الفري باش تدفع اذا كان باش تتجه في الاتجاه هذا في الانتربرينيا معناها باش تنجم تكون رجل ما نقولوش رجل اعمال صاحب مشروع ناجح لازمك تبدا من انت ايتيديون تلوج على الفرص الكل خاطر حكيت لي على بيست بزنس بلان فبدي معناها احسن مخطط اعمال هذايا كونكور شاركت فيها وعملت السي في ومشي لسوق التنمية وخذي الجائزة الأولى أنا ما خليت حد شيء أنا ظهري صلي على النبي أنا هو الحمد لله هو البروفيل تاع الانتربرونور انه ريشيرش اكتيف لازم ديما ما تضيعش عليه حتى معلومه حتى اوبورتينيتي
يكون معناها يستطيع الزوبورتينيتي الافكار الكل توصل له. والحقيقه الوسائل موجوده تو، يعني كل شيء بالانترنت نلقى فيه. حتى قبل ليزيفينمون هما الكل لي ستركتور دابوي ديما يعملوا ليزيفينمون. لي ريزو سوسيو يعاونوا برشا، مش بتاع نتاع كان فيسبوك. انت فيسبوك مثلا، فيسبوك مثلا كيفاش تستعمل فيه الفيسبوك؟ لوبورتينيتي تاع سوق ثاني من عرضتني فيسبوك، ريزون تو كونت في فيسبوك. الكونكور ناسيونال دي ميور بلان دافير جاونا، هذا المبادره جاونا الجامعه تاعنا. والحقيقه مثلا تركي يبدا ايفينمون كن هكا ويتعلق كل شيء، برشا دي ستوديون يكونوا انتريسي. شنو ديزانتريسي؟ ماهمش انتريسي بالكل، ما يمشيوش ما يمشيوش. اليوم ما شاء الله فما حضور، فما شباب. ما اللي لاحظته انه الاكثريه اطارات توا يعملوا مجهود، يعملوا ديزيفينمون كيما هكا، لكن الحضور ما يكونش برشا ولا اكثر توا. صحيح. اللي حبيت نقول انه يلزم يكون الانسان فايق، يلقى الاوبورتينيتي هذوما، يسمع بهم، يعرف وين يلوج ويمشي يتحرك برشا. معناها ماكش كيفي عندك في الديسكسيون نهار طول وانت تديسكوت معناها مع العباد، فهمتني؟ ديزاكتيف الديسكسيون في الفيسبوك معناها ديزاكتيفي. الحاجه اللي حبيت نقولها مع احمد الا كونه انسان راهو مش يقعد في الدار والحاجات باش تجي راهو، ولا يستنى باش جي سي اي ولا غيرها تعمل. هذه فرصه باش نعرفوا، لكن المجهود الاكثر 80 و90% من المجهود راكم انتم تقوموا به. تقوموا به كي ما تفلتوا حتى شيء، ما تفلتوش. عندكم فرص. فما مثلا نحكيو على سي ا بي، سي ا بي في 3 4 5 ايام تنجم تاخذ سي ا بي، لكن عندك انت كفاءة عملتها، ما نعرفش انت تعلمت فوتوشوب وحدك مثلا، وتعرف تخدم على الفوتوشوب، وتحب تحل مطبع، تحب تحل امبريمري صغيرة، تنجم تقدم. لكن انت ماكش قاري فوتوشوب، ماكش بوزار وكل شيء، شو تعمل؟ تمشي للوكالة تاع التكوين اللي بحدا المحطة تاع المترو، الدار الجهوية للتشغيل. تطلع بريمير ايتاج تسال، هو صيادي المشرف كنا نستناوه باش يجي بحدنا اليوم، على غالب عنده دي زومبيشمون فاميليو، تسالو يقول لك شنو هي لي بروسيدور. معناها في 5 ايام تنجم تاخذ سي ا بي، في السي ا بي هذيك تنجم تمشي للبي تي اس ولا غيره. هذايا شنو حبيت نقول. وبربي معناها حسب رايي اني وبارك الله فيه احمد اللي عطانا ليكزامبل الناجح. علاش؟ على خاطر احمد في الاول ما كانش عنده معناها يلوج يبربش. صحيح طموحه كبير، لكن عرف يمشي بشويه بشويه، ما حرقش المراحل وبدا بكري. واضح؟ دونك كي تبداو انتوما دي ستوديون، اذا كان فما دي ستوديون هنا راهو تقصد الضغط الاجتماعي، خاطر بعد ما تتخرج يولي عندك ضغط اجتماعي، شو وقتاش تدبر خدمه، وقتاش تعمل كذا الى اخره. انتوما كي تبداو بكري راهو تنقص على قليله تعمل خطه. سي احمد الكلمه الاخيره كنت تحب ولا كان عندك ما تقول اخر؟ شو تنصحهم الاخيه؟ نحب نشجعهم الكل على المبادره وبعض المشاريع الخاصه. نحب نقول لهم اذا كان اني مش ما نقولش نجحت، اما بديت ننجح ينجموا هما ينجحوا، مش خير منهم في حد شيء. بارك الله فيك يا احمد، شكرا جزيلا، يعطيك الصحه. فمش تساؤلات اخرى؟ تفضل. سلام. الحمد لله معناها بنكات وممثلين تاعهم، علاش معناها السيستم ما تكون قروض؟ فماش تخرج معاك شريك معناها في العلاقه المشروع نتاعك. وحاجه اخرى ثانيه، ما يجيش واحد عنده فكره يبيع الفكره معناها براءه الاختراع نتاعو والفكره نتاعو يبيعها للبنكه، مش هي من بعد تدخل المشروع، مش هو معناها يدخل يخطرف في فيه. شكرا. فما زوز اسئله يظهر لي، هما السؤال الثاني سي ايمن. هذا جزء من البارتيه على البروفي وعلى البارتيسيباسيون، وبعدين يخلوا بخير يكتبوا على التطبيق الفينونسي. دونك لو برانسيب دو لافون دان بروفي اللي بوسيبل
هذه حاجة وجودة تجاه حكيم، يعني يكون عندك براءة اختراع ومسجلة في الوكيل الاستراتيجية للمونتيزاسيون لا بروبريتي اندستريال، تنجم تبيع تجاه البروفي اللي عندك. هي حاجة تجاه متوفرة وما تقتصر على حتى حد، يعني بينك وبين السيد اللي يحب يجي سباتي كو سوا من بانك ولا من بيرسون، انت حر باش تشتري باش تشتري. هذه دو نعطيك ان اكزومبل ثاني سيرفيس بيتو نتاع شكون عبال نابور زابور صوت هما تروا تيب دابور. ثم نابور نيميرات فلوس نجي ندخل مع سيكار في مشروع نمد 20 نمد 20 ونمشي على روحي نخدم على روحي. الكار ثاني سيكار جاي بدرجه ولا محمد ولا كذا وين يجيك فلوس. الكار ثالث سي منير نعطيو شكون عبال نابور ولا اندستري. منير جايب حاجه فورميل جايب بروفي جايب حاجه ديالي وسي كازا نراو ان هي لها شكون معناها اون فالور اجوتي دون اون فالور اجوتي على لونتربريز اساسيه في المشروع ديالنا ونتفقوا معاه سور لو بار اكس بورسون نتفقوا عليه. دونك هذه ميثود ثانية. دونك بخلاف ان ندخل في مشروع بفلوس ولا بمحل ولا بماتريال ثم وسي تكون بين لابور اندستري انا نجيب حد شي معاه لكن باقي الشركاء شركة هي تدخل السيد هذايا عنده إضافة معينة وتقدر به كذا كذا وبورسونتاج. تقول له الحاجة الثالثة قلنا تكمل الخيال أنه راهو شوف البنك دور الخيال هما يزيدوا يحكوا لك مني سكيو لو بنك. مي أنت اللي فهمتني من سؤالك تحب تقول الكابيتال بتاعي كيفاش نسكر كيفاش نلم بعدين الفلوس كيفاش نلم الناس أخرى معاك. شوف ثم شكون أبالي بيزنس أنجل. بيزنس أنجل هي تو بدات في تونس في أمور تروازون.